أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ مجالس الفصحى، تحيا الأمة بإحياء لغتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته، كله تمام الحمد لله، الصوت واضح. طيب سأغلق التست. قسم التربية في كلية التربية قسم اللغة العربية قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية جامعة عين شمس. 5 دقائق ونبدأ مع الجميع إن شاء الله. يعني اليوم إن شاء الله، يعني قبل البدء سيكون مشاركة الجميع، وسأرجو من الجميع المشاركة. سيكون لدينا في نهاية المجلس إن شاء الله شهادة تقدير للمشارك المتميز أو المشاركة المتميزة، قد يكون 1، 2، 3، هذا بخلاف المشاركة النهائية إن شاء الله، والشهادة التي تقدم في نهاية المجالس. سعادتكم مشاركتكم جميعا تسعدني إن شاء الله، أشرف بتواجد الجميع، وإن شاء الله يكون لقاء خير لنا جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ نادر، مرحبا بك. إبراهيم أحمد محمد، إن شاء الله تشرفنا بحضرتك. أستاذ إبراهيم، يعني قريبون من بعضنا، جزاكم الله خيرا، أنا أسعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا. يرجى من الجميع مشاركة الاسم الثلاثي مع التعليقات أو مع الأستاذة داليا من المشرفة التقنية، حتى نستطيع إن شاء الله أن نتواصل مع الأكثر مشاركة أو المشارك المتميز معنا اليوم. نادر، مرحبا بك يا أستاذ نادر، شرفنا بحضرتك. ما شاء الله، يعني الإخوة في المملكة زادها الله شرفا، نورتونا على رأي أهل مصر. جزاكم الله خير أستاذ نادر. إن شاء الله رب العالمين دكتور أحمد، جزاكم الله خير. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير قدم سارت على البطحاء وخير رأس ظلت السماء. صلي يا ربي عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم أن نلقاه سائرين على خطاه، غير مبدلين ولا مغيرين، لا في أصل ولا فرع لهذا الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأعزاء، مرحبا بكم في المجلس 24، وهو بعنوان أثر العيش في المهجر على تربية الأبناء. الجزء الأول، أتشرف بالتواجد معكم مشرفا للمجلس محمد عصام الدين محمود. مبادرة مجالس الفصحى ترحب بالجميع ونحث الجميع إن شاء الله على المشاركة. قضية من أهم القضايا التي يتعرض لها نحن كمسلمين، بالتأكيد لدينا من هو قريب منا أو تقاطعت طرقنا به، كان له مكانا في المهجر أو كان له أحد هناك. الصعوبات التي يواجهها، لماذا نشعر بهذه الصعوبات؟ لماذا تواجهنا هذه الصعوبات؟ دعونا نبدأ بالسؤال الأول، المشاركة الأولى معنا اليوم، ألا وهي: لماذا يترك الناس أوطانهم ويهاجرون إلى بلاد أخرى؟ إذا كنا سنتناقش حول هذا الأمر، وهو أمر الهجرة والأثر السلبي على تربية الأبناء، دعونا نبدأ أولاً بالأسباب التي دفعت هؤلاء إلى ترك أوطانهم والهجرة إلى أوطان أخرى اتخذوها أوطاناً لهم يعيشون فيها. السؤال الأول: لماذا يترك الناس أوطانهم ويهاجرون إلى بلاد أخرى؟ أرجو مشاركة الجميع، وخاصة ممن يتواجدون الآن في بلاد غير عربية، لأن هذا الأمر منوط بهم وهم جزء من هذه المشكلة أو هذه النقطة، وسيكون لهم ضوء للمشاركة. دكتور أحمد، تفضل دكتور أحمد السلام بالمشاركة. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أحمد. مرحبا بحضرتك أستاذي العزيز في جزاكم هذا الله خير. الموضوع الممتع الجميل، يعني الذي ينطبق علي أول شخص. صحيح. يعني أجد الهدف الرئيسي أو الباعث الرئيسي للهجرة هو البحث عن عمل أو
يعني البحث عن فرص مناسبة، خاصة فرص العمل يعني. وشكرا لحضرتك. جزاكم الله خير دكتور. هل فرص العمل هي السبب الوحيد الذي قد يدفع الإنسان إلى أن يترك وطنه، أم أن الظروف الحالية التي تعيشها بعض البلاد كانت سببا في هجرة غير مباشرة من هذه الأوطان؟ أرجو، أهلا بكم جميعا. من يريد المشاركة معنا الآن في هذه الجزئية يتفضل بالمشاركة. المشاركة مع الدكتور أحمد، تفضل دكتور أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. بالطبع يعني أنا أحب أن أسرد أو ألقي بيت الشنفرة الذي يقول فيه: وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل، لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى، سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. فالبواعث لترك الأوطان كثيرة، والآيات القرآنية دلت على أن يضرب الإنسان في الأرض إن ضاقت به السبل، والأرض فيها سعة. وربما يعني الآية: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، توضح لنا تلك المساحة الرحبة التي لا ينبغي أن يقصر الإنسان فيها نفسه في مكان واحد. والأشعار المنسوبة للإمام الشافعي في حث على السفر وعلى غيره: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجد. لعل هذه الخمسة أسباب من الأسباب التي تجعل الإنسان يبتعد عن مكانه ويرحل عن وطنه إلى مواطن أخرى وإلى بيئات أخرى. طلب العلم سبب، طلب الرزق سبب، طلب الأمن سبب، طلب الاستجمام والراحة سبب. أسباب كثيرة تدعو الإنسان إلى أن يغادر وطنه إلى أوطان أخرى، وكثير منها حتى قد يكون الإنسان في غربة نفسية داخل وطنه، وقد يتحقق له الأمن بصورة أكبر خارج وطنه. فكما يقولون يعني يعني هناك أشياء تكون في الغربة تجعل الإنسان كأنه يشعر أنه في وطنه، وأحيانا يكون مقيما في وطنه وهو شاعر بالاغتراب النفسي، وشاعر بالضيق، وشاعر بغير ذلك من الأمور. فالأسباب كما قلت كثيرة، يعني على رأسها أسباب تحقيق الأمن والسلام النفسي وطلب الرزق وطلب العلم وغيره. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا دكتور احمد. من الابيات الجميله التي قالها الدكتور احمد اخر كلمتين في البيتين الاولين استوقفاني: راغبا او راهبا، راغبا او راهبا. الجزء السفر، رغبتك انت تسافر، لكن البعض بالفعل قد يسافر رهبة وهروبا وبحثا عن الأمن. دعونا ننظر إلى هذا القسم الثاني، لأن معظم هذا القسم الثاني هو الذي رحل بالفعل. ودعونا نرى كم اللاجئين من الدول العربية والإسلامية التي فاضت بهم بلادنا فصاروا إلى بلاد أخرى، تركيا والنرويج وغيرها من البلاد. هذه الفئة هي من أهم الفئات ومن أكبر الفئات التي هجرت من بلادنا. بالفعل كلنا خرجنا برغبتنا طلبا في الرزق او طلبا للرزق، ولكن هذه الفئه المهضومه التي تاثرت بظروف اوطانها وبحثت عن الامن في البلاد الاخرى هي من اهم الفئات التي سعت. تالي المشاركه مع نادر العتيبي، تفضل نادر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أولا بالضبط. أحييك وأشكرك على هذا اللقاء، وكذلك المنظمين جزاهم الله خير، يتناقشون هذه القضايا الجميلة والرائعة والتي حقيقة فيها إثراء وفيها إحياء للفكر والتفكير. الهجرة أو هجرة الناس إلى بلد المهجر، حقيقة أساتذة الذين قبلي حقيقة سبقوني بما لدي، لكن حقيقة يمكن قد أعيد كلامهم مرة أخرى وإن كان يسمحوا لي بذلك، وقد أضيف بعض الأشياء البسيطة جدا. الهجرة تختلف من إنسان إلى إنسان، الظروف تختلف، هناك من يهاجر راهبا رهبة كما ذكرتم، كما رأينا في قصة الصحابة مع قريش عندما هاجروا إلى الحبشة حفاظا على دينهم، وهناك من، والغالبية الذين يهاجرون حقيقة إنما هو سبب مادي. أذكر قبل فترة قرأت دراسة أغلب المهاجرين إلى أستاذ أو نادر، الأيدي، نعم، تفضل. أصحاب الأيدي العاملة، ويغلب عليهم طابع الفقر والعوز والحاجة، فهم ذهبوا إلى هناك من أجل تحقيق المال أو ذلك. هناك أشخاص يهاجرون فقط من أجل، ووجدت حقيقة لما تناقشت مع بعض الإخوة الذين يذهبون ويهاجرون برا، وجدت أن في فئة قد تكون قليلة جدا، هو زيادة ترف فقط، هو في بلده عنده خير، عنده ما يسد رمقه، عنده الشيء الذي يناسبه، لكن ذهب من أجل الزيادة، ليس محتاجا، وإنما زيادة دخل فقط لا غير. وهناك فئة كذلك تبحث من أجل العلم، الدراسة، إكمال الدراسة، إكمال شهادة جامعية، إكمال تخصص قد يوجد هناك. الغرب لديهم نوع من الحرية في طرح الأفكار، في إكمال الدراسة، في البحوث، والدراسات الموجودة عندهم قد تكون أفضل من بعض البلدان العربية والبلدان الإسلامية. كذلك حقيقة لا أنسى أمر، هل تتفقون؟ يعني نجد الغرب يأتوا إلى بلاد المسلمين، يعني وهو شيء حقيقة تستغرب منه. في الغرب تجده في يعني لديه حياة الرغد والعيش، ومع ذلك يأتي إلى البلاد، قد تكون بلاد إسلامية كما نجده في بلاد المغرب من الذين من أوروبا، أو تقرأ عن كتاباتهم بعضهم إنما فقط يريد أن يغير جو، ويقول هناك في أمريكا في أوروبا يعيش في حياة جميلة، بس يقول أجي هنا أشوف الحياة الأخرى. كذلك قد يكون بعض المسلمين يهاجرون من أجل تغيير فقط لا غير. هذا حقيقة ما أحببت أن، جزاكم الله خير أستاذ نادر. آمين آمين، جزاك الله خير. جزاكم الله خير جميعا. بالفعل يا الإخوة المشاركون، نستطيع أن نلخص إجابات السؤال الأول في نقطتين: الرغبة والرهبة. الرغبة في الخير وزيادة العلم وغير ذلك، والرهبة إما لمشكلة حدثت مثلما أشار الأستاذ نادر، هجرة الصحابة إلى الحبشة، وهجرة الصحابة إلى المدينة، هجرة المسلمين الأوائل إلى شتى البقاع، الهجرة بدينهم. ولعل هناك نوع آخر من الهجرة، وهي الهجرة العكسية. نحن الآن ننظر إلينا، نحن نسافر إلى الغرب، ولعل العاملين في مجالنا، مجال اللغة العربية للناطقين لغيرها، يدركوا تمام الإدراك كم الأجانب الذين يهاجرون إلى البلاد العربية رغبة فقط في ممارسة شعائر الإسلام. وهنا ننتقل إلى السؤال التالي ونقول: البعض يقول أن الهجرة خير مطلق، والبعض يقول بل هي شر مطلق، أيهما على صواب وما رأيك أنت؟ هذه الجزئية أوضحها، أرد أن أشير إلى جزئية بسيطة فيها، أنني ما سألت طالبا لي من بلد أجنبي وقلت له أنني أرغب أن أسافر إلى بلدك إلا وقال لي: والله لا تفعل يا أستاذ، والله لا تفعل، بالله عليك لا تفعل، أنا لا أستطيع أن أساعدك حتى لا أحمل ذنبك. فهل الهجرة خير مطلق من أنها شر مطلق؟ أين نصل إلى نقطة اللقاء في هذا الأمر؟ مشاركة من الجميع أو سأختار أنا من يشارك معي؟ هذه نقطة مهمة جدا جدا جدا. هل هي خير مطلق؟ هل هي مطلق؟ كيف يمكن لنا الحصول على الخير وتجنب الشر في هذا الأمر؟ فليس الأمر كله خير، وليس الأمر كله شر. سأوجه السؤال أنا الآن وأختار، لأننا نريد المشاركة المتميزة، ستكون هناك شهادة تقدير للمشارك المتميز.
هل هي كلها خير مطلق أم شر مطلق؟ سأختار ولا تعذروني في ذلك، أرجو مشاركة الجميع ولو بقليل، نحن نريد أن نكسر هذا الحاجز، ولو جملة بسيطة أو كلمة بسيطة أو رأيك في هذا الموضوع، توافق عليه أو لا توافق عليه، المهم عندنا هنا المشاركة. أستاذ نادر العتيبي، إذا كنت تريد أن تشارك تفضل بالمشاركة. نعم، جزاك الله خير. يعني أشكرك إتاحة الفرصة لهذا اللقاء. حقيقة هذا الموضوع يعني تتجاذبه جسم المقولتين، قد يكون خير وقد يكون شر، خير في بعض الجوانب وشر في بعض الجوانب. فحقيقة يعني نستطيع أن نقول هي في الأصل لصاحب الهجرة، قد يكون في هجرته خير وقد يكون في بقائه خير، وقد يكون في ذهابه شر وقد يكون في بقائه شر، فتختلف حسب أوضاع الناس وحسب أوضاع الأشخاص. يعني الغالبية، أنا أتوقع رأي شخصي، لو تسأل الناس كلهم النظرة العمومية الموجودة السائدة هي التعميم، يقول لك الذهاب إلى بلاد الغرب كله شر. تقول ليه؟ يقول تربية الأبناء والصعوبة في تربية الأبناء، مظاهر الفساد، مظاهر الفسق، إلى أشياء كثيرة جدا، أحيانا الأكل والشرب. أنا الآن بدأت تتغير في الغرب، بدأت الناس يصير عندهم وعي بذلك، لكن الغالبية تجدهم يقولون البيئة تختلف، فالأنظمة، القوانين هناك، الحرية المطلقة للأبناء والبنات إلى غير ذلك. ولكن في المقابل قد تكون الهجرة فيها خير، يعني ممكن إنسان يعني يهاجر إلى بلاد الغرب وقد يكون فيه خير. طبعا يستغرب الناس كيف يكون الخير، يعني أنت في بلاد المسلمين تجد فيه ماذا، الشعائر الإسلامية موجودة، شو اسمه، تطبيقات الإسلام كلها موجودة، فتقول له اذهب الغرب، تقول له فيه خير، يقول كيف خير، كيف يكون خير؟ حقيقة قد يكون فيه خير من جوانب متعددة. مثلا أعطيكم بعض الأمثلة، قد تتفقون معي قد تختلفون، لكن هو مجال للنقاش حقيقة. أول شيء، ساعة الحرية الموجودة عند الغرب والبحث، يعني الإنسان لما يكمل في بلاد الغرب الدراسات حقت الماجستير والدكتوراه، البحوث، الدراسات قد تكون أفضل من بلاد المسلمين، قد تكون من بعض بلاد المسلمين، فهذه خير، لأن ذهب إلى هناك ويكمل الدراسات، لأن قضية الدراسات عندهم قد تكون يركزون على الجوانب التطبيقية أكثر. يعني بلاد المسلمين نحن فقط نظري، أغلب شيء نظري فقط، لكن بلاد الغرب قد ماذا تكون فيها الجوانب التطبيقية أفضل وأحسن من بلاد المسلمين. الأمر الثاني، وقد يمكن تستغربون له، إذا ذهب الإنسان إلى بلاد الغرب وأخذ أبناءه معه، هو سوف يواجه صعوبة حتما حتما، لا شك فيه، لكن قد يكون فيه خير، يصبح الأب والأم هم المربون فقط. يعني إذا كان يعيش بلاد المسلمين وبجواره أسرته، يعني مثلا يعيش مع والدي جد الأبناء وجدة الأبناء، أعمام وأخواله، إذا ذهب لزيارة الأقارب مثلا، إذا ذهب لزيارة الأقارب قد هم يشاركون في التربية، الخال يقول للولد عيب، الأم تقول للجدة إلى غيره، وفي شو اسمه تفاوت في التفكير، الأجداد غير الأبناء غير الأحفاد. لكن هناك في بلاد الغرب هو وزوجته فقط، فيربون الأبناء بحسب رغبتهم، مع طبعا سوف يكون في صعوبة. الأمر الذي قد أراه وقد يكون مناسب أو مناسب، وهو أحيانا إذا كنت بلاد المسلمين وكان أبناؤك معك خلاص، فأنت يمكن ما تهتم بتربيتهم، تقول الحمد لله المجتمع كله مسلم، وسوف يخالطون ناس مسلمين وأبناء الجيران وأبناء المدرسة وأبناء الحي والأقارب، فيقول ما أحتاج، يعني إما ربيتهم أنا سوف يربيهم الأقارب، يربيهم الشارع، فقد تخفى عن التربية. لكن إذا كنت في بلاد الغرب سوف تخاف وسوف تتشدد وسوف تعتني بالتربية، لأنك تقول سوف يذهبوا للمدرسة يختلطون ببلاد بأبناء الغرب، سوف يذهبون بالشارع يرون صور غير مناسبة إلى غير ذلك. هذا قد يكون وجهة نظر، هذا حقيقة الذي أود أن أقوله لكم، وإن كان أطرح فكرة لعلك تتناقش فيها أو تضيء لنا الطريق فيها أستاذنا المبارك. ظروف التربية ستأتي في الجزء التالي إن شاء الله. جزاك الله أبو خير. عبد الله ياسين قال في التعليقات قد تكون خيرا مطلقا وقد تكون شرا مثله.
وقد تكون خيرا او شرا نسبيين. مشاركه جيده كنا سماعها صوتيا منك ابو عبد الله. استاذ مصطفى عبد الله قال في التعليقات: الهجره سيف ذو حدين، قد تغير حياه الشخص الى افضل حتى على المستوى الدين، وهناك من تكون الهجره شرا عليه وتكون الخطوره باهظه، لذلك كل مهاجر ادرى بحاله. ما شاء الله، مشاركه رائعه استاذ مصطفى. يعني هذه المشاركات القيمة منكم نود سماعها صوتيا في هذه المجالس الفصحى. كتابات جيدة وعقول نيرة ما شاء الله تشارك معنا، نود هذه المشاركة حتى نكسر هذا الحاجز. فالأمر هنا مناطه كسر الحاجز، نحن هنا نشارك سويا، نتعلم سويا، نصل إلى ما هو أفضل لنا ولكم إن شاء الله. السؤال التالي يقول: بما أننا قد هاجرنا الآن، وخاصة هنا ما يسمى بالجيل الثاني من أبناء الهجرة، ما مدى تأثير الحياة في البلاد الأجنبية على اللغة الأم للأبناء؟ يعني كيف تستطيع أن تحافظ على لغة الأم في وسط لن يتعامل بهذه اللغة؟ في الجيل الأول، الجيل الذي تربى، قد يكون الأمر سهلا بالنسبة إليه، ولكن المشكلة، كل المشكلة ستكون في الجيل الثاني الذي ينشأ من الأبناء الصغار الذين يذهبون إلى المدارس هناك، لم يجدوا من حولهم يتحدثون معهم لغة عربية فصحى، وإنما اللغة الأجنبية، لغة البلد التي هم فيها. ما مدى تأثير الحياة في بلاد أجنبية على اللغة الأم للأبناء؟ ولعلي سأذهب بالسؤال لأنني أحب أن أستمع لآرائه. دكتور رمضان سعد الشيمي له باع طويل في هذا الأمر. أريد أن أسمع منه في هذه النقطة لأنني أريد أن أستفيد من خبرته في هذا الجزء. ما مدى تأثير الحياة في بلاد أجنبية على اللغة الأم للأبناء؟ دكتور رمضان تفضل. أكرمكم الله وأعزكم. في الحقيقة الحياة في البلاد الأجنبية لها تأثير كبير للغاية على الأبناء وعلى لغتهم الأم. فغالبا في البداية يحاولوا أو بقدر المستطاع يحاول الأب والأم أن يحافظوا على لغتهم الأم و يبقى هذا داخل البيت. أما عندما ينتقل الأولاد إلى المدارس، ففي المدارس غالبا يدرسون بلغة البلد التي سافروا إليها، فالأطفال خاصة يتأثرون بهذه اللغة تأثرا كبيرا جدا، فبالتالي يفقدون اللغة شيئا فشيئا. حتى وإن حافظ الآباء على لغة الأولاد في البيت، فإن المجتمع أو البيئة المحيطة بالأولاد، يذهبون إلى المدرسة يقابلون أصدقائهم، يقابلون زملائهم، كذلك يسمعونها في الشارع، في الأسواق، في كل مكان، فتثبت في ذهنهم ويبتعدون عن لغتهم الأم شيئا فشيئا. وحتى وإن حاول الأب والأم المحافظة عليها، إلا أنها مع الوقت تقل نسبة اللغة الأم مقارنة باللغة الجديدة المتعلمة في البلد. ولا ربما لا يظهر هذا في الجيل الأول بالفعل، ولكن في الجيل الثاني تقريبا تكون نسبة اللغة الأجنبية هي الغالبة، وربما تتلاشى اللغة الأم تماما يعني. فهذه يعني نحن نقص يعني ندق ناقوس الخطر بالنسبة لهذه المسألة. جزاكم الله خير دكتور رمضان، أكرمكم مشاركة الله. قيمة بالفعل. لدينا مشاركة في التعليقات تقول من الأستاذة زينب عصام: تأثير نسبي ويرجع إلى الأسرة والرعاية الكاملة بخصوص هذا الأمر. بالفعل هو تأثير نسبي، والأسرة هي المناط، لكنك كما أشار الدكتور رمضان قد يخرج إلى المدرسة، قد يذهب إلى الحديقة، قد يقابل الأصدقاء في كل مكان. كما يقال في الغرب: ابنك ليس ملكك وإنما هو ملك لهم، يريدون أن يكون جزءا منه. بالتالي كيف يمكن مواجهة هذا التأثير؟ هذا التأثير أمر لا بد منه، أمر ضروري. ما دمت تعيش في هذه البلد فسوف تتأثر بأهله، سوف تتأثر بثقافتهم، سوف تواجههم في هذا الأمر. كيف يمكن مواجهة هذا التأثير؟ لعلنا نرجع إلى دور الأسرة والرعاية الكاملة، لكننا نريد أن ننظر إلى أشياء أخرى. هل من مضيف هنا؟ كيف يمكن مواجهة هذا التأثير، تأثير البلاد الأجنبية والمعيشة عليها على اللغة الأم للأبناء؟ أستاذة سهير تفضلي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من أعتقد بلد اسم من تركيا؟ عفوا، مشاركة من تركيا؟ نعم، أنا أعتقد أن التأثير يعني حتى في البلاد العربية ليس مضمونا، يعني الذي يربي الأجيال في هذه الأيام ليس فقط الوالدين، هناك تأثير للمحيط والبيئة، وليس بالشرط أن نكون في المجتمعات العربية أيضا يوجد هذا المحيط الذي يساعد الوالدين أو الأصدقاء، وخصوصا نحن الآن في عصر مفتوح يعني على كل شيء. لكن أنا برأيي الغربة قد تزيد آفاق الطفل والمعطيات التي أمامه، هو سيكتسب لغة ثانية بكل سهولة، ليس كمثلنا نحن الكبار عندما نريد أن نكتسب لغة جديدة. أيضا يعني الوالدين عليهم أن يركزوا على الثوابت الأساسية التي يريدونها، وهذا ما نفعله حتى في البلاد العربية، ولكن النتائج بيد الله وحده، لا شيء بالمضمون. وأنتم تعرفون يعني العائلة تحاول جهدها، لكن هناك التلفاز وهناك المدرسة وهناك المعلم وهناك الصديق وهكذا. جزاكم الله خير استاذ الشهير، مشاركه متميزه. عذرا استاذ ابراهيم، المشاركه السابقه كانت باسم الاستاذ ابراهيم، تاثير نسبي حلو يرجع الى الاسره والرعايه، كانت الاستاذ ابراهيم. استاذ نادر، هل تريد ان تضيف شيئا في هذه النقطه؟ نعم، نادر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذنا، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. كنت أضيف قضية اللغة في بلاد المهجر وبلاد الغربة، حقيقة نستطيع أن نتناولها من عدة جوانب وعدة أمور. الأمر الأول، الجيل الأول كما ذكرت، يعني عندك تقريبا الغرب، أنا سبق أن درست أو قرأت أحد الدراسات تقول الغرب فيه ثلاثة أجيال: جيل الآباء الذين هاجروا أول مرة، ثم أبنائهم، ثم الأحفاد، وكل جيل له مميزات محددة. جيل الآباء قد يكون كان عندهم صعوبة في اللغة لأنهم كانوا قلة قليلة، لكن في بعض البلاد الغربية قد توجد المراكز الإسلامية أو موجد تجمعات عربية كثيرة، وقد يكون لهم مدارس خاصة باللغة العربية، بذلك يستطيع الأبناء من خلالها المحافظة على لغتهم الأم مع اكتساب اللغة الأجنبية. لكن بعض البلدان قد يكون فيها العرب قليل، فيجدون حقيقة صعوبة وقد تؤثر عليهم. يعني أنا معلم في المملكة العربية السعودية مدينة الرياض، أحيانا قد يأتينا الطلاب ذهبوا يعني إلى الخارج ابتعاث، والولد ولد هناك في بلاد الغرب، لما رجع الآن بعضهم قد لا يعني لغة عربية صعبة جدا معه، لأن هناك عاش مع الغرب واندمج معهم، فلما جاء هنا صارت اللغة عليه صعبة جدا. لكن هناك أمر آخر، وهو أحيانا قد توجد تجمعات عربية كثيرة، وقد هذا حقيقة يعني بالعكس يحافظ على اللغة لكنه لا يكتسب اللغة الأخرى المساندة. يعني أذكر مرة أحد الأصدقاء، أي نعم، أحد الأصدقاء مرة يقول ذهبنا في أمريكا في أحد الولايات، وكان نفس المدينة اللي يعيش فيها العرب كثير جدا، فيقول نجلس مع بعض، نتحدث مع بعض، نأكل مع بعض، نشرب مع بعض، يقول أريد أتعلم اللغة الإنجليزية، يقول لم أستطع، كنت هو يقول كنت أتمنى في ولاية ثانية لعلي أختلط بهم حتى أتعلم اللغة. وأنتم كما تعلمون اللغة هي بالغالبية بالاكتساب، مثلا نحن العرب ندرس اللغة الإنجليزية، المدرسة يدرسها الطالب يمكن 12 سنة ويدرس قواعد، لما يجي يطبق صعبة، بينما تجيب واحد عربي تضعه في بلاد الغرب بس سنتين يحتك بهم تجده ماذا؟ عنده طلاقة. فالمحافظة على اللغة يرجع حسب البيئة، حسب وجود العرب، حسب المراكز الإسلامية. بعض الأسر وهي قليل الذي عندها مادة، عندها غنى مادي، قد يذهب الولد إلى المدارس الأجنبية الغربية ويدرس فيها، ثم يأتون بمعلم لغة عربية حتى ماذا يقوم بتدريسه اللغة العربية. وأشكركم على سمح لنا بهذه المداخلة. ما شاء الله، يعني لك الآن المركز الأول في المشاركة حتى الآن، لا لا، يبدو ما أنك شاء الله، لا بالعكس، استفدت من بالعكس، حقك. منكم نستفيد. انا حقيقة البرامج هذه فيها اثراء. نعم، مشاركتك السنادة أستاذ الله إبراهيم يبارك كان فيك. في التعليقات ويؤكد على هذه النقطة التي قلناها، التأثير الأول والتأثير الأكبر، مسؤولية كاملة على الأسرة ثم الأسرة ثم الأسرة، عليها دور كبير جدا تجاه هذا الأمر، ومعاناة ومشقة
هاتين الكلمتين تستحقان منك كل الثناء، تستحقان من الأسر كل التقدير، المعاناة والمشقة، ولكن اللغة الأم بالفعل تستحق. لدينا الآن الجزئية التالية والتي تقول: لطالما كانت الهوية الثقافية والوطنية الشغل الشاغل للبلاد التي يهاجر إليها. نقطة مهمة جدا جدا، كل البلاد المهاجر إليها التي نهاجر إليها تحاول أن تحتفظ بثقافة المجتمع الأصلية، تحاول أن تحتفظ بهوية البلد الثقافية. هل نترك الفرصة لأبنائنا للانخراط في ثقافة المجتمع بصفته وطنا جديدا، أم ماذا نفعل؟ نقطة مهمة للمشاركة، وهذا آخر سؤال لدينا في الجلسة الأولى، سأستمع إلى إجابة من؟ الهوية الثقافية، الحفاظ على ثقافتك كمسلم، الحفاظ على هويتك كمسلم، الحفاظ على هويتك كعربي، هل ستضيع هذه الهوية في تلك البلاد أم ستستطيع الحفاظ عليها؟ هل ستفرط فيها كلية وتندمج في المجتمع أم ستحافظ على هويتك الثقافية؟ من سيسعدنا بالإجابة على هذا السؤال؟ دكتور رمضان تفضل. أكرمكم الله وأعزكم. طبعا هناك الواقع وهناك المأمول. نحن الآن نعيش على أرض الواقع. طبعا كلنا يبغي أن يحافظ على الثقافة والهوية بلا شك، ولكن على أرض الواقع هذه الهوية أيضا تسحب من تحت أقدام أولادنا شيئا فشيئا. لا نقول الأمور المخالفة للثقافة الإسلامية والدينية، لا، ولكن هناك ثقافات أخرى. يعني الثقافة ليست الثقافة الدينية فقط، ثقافة المجتمع الدينية هذه يحافظ عليها بدون تردد وبدون أن تترك مجال يعني ولا قيد أنملة تبتعد عنها. ولكن بالنسبة للعادات الأخرى، ربما إذا شب الطفل في هذه البيئة بلا شك سيتأثر ولو بنسبة ضئيلة من هذا. فطبعا لا نترك الفرصة لأبنائنا للانخراط بشكل كامل، ولكن يفرض أحيانا على الأولاد بعض الأمور، لأنك تعيش في مجتمع أجنبي له عاداته وله تقاليده، وربما إن حاول بعض الآباء أن يخالف هذه العادات أو أن يعارضها، وهذا على أرض الواقع يحدث، ربما أصلا يجد مشكلة كبيرة فيبعدون مثلا أبناءه عن الدراسة، أو يصل الأمر إلى أبعد من ذلك، ربما يهجر من البلد الذي ذهب إليه. صحيح صحيح فهناك لهم قوانينهم ولهم عاداتهم. فالحذر، كل الحذر لمن أراد أن يذهب إلى وطن جديد أو إلى بلد، لا بد أن يحسب حسابه من الألف إلى الياء. ليس الأمر أمرا ماديا فحسب، ولكن هناك أمور يجب أن نعتادها أو يجب أن نحسب حسابها. طبعا هناك بعض الأمور نحن نستفيد من ثقافتهم، مثلا ثقافة الانضباط كما قلتم، ثقافة الانضباط، ثقافة احترام الآخرين، ثقافة يعني احترام العمل والأوقات. هذه الأشياء الجميلة ربما نكتسبها، وهذه نتركه ليكتسبها. أما الأمور الأخرى التي هي مخالفة لنا تماما، يعني هذه هي خط أحمر لا يجب أن نتجاوزها. بقيت لنا دقيقة واحدة، سأقرأ نعم خلال التعليق وأعود هذا تفضل. التفكير نعم وأستمر في أنا بداية الجلسة التالية. أستاذة أسماء تقول: انخراط بضوابط وما يناسب ديننا أولا ثم ثقافتنا العربية، وعادته أكدت في النهاية، بل أحيانا نستفيد من بعض عاداتهم في الانضباط والالتزام كما أشار دكتور رمضان. أستاذ إبراهيم يقول: لا نترك الفرصة كاملة للانخراط في ثقافة المجتمع الجديد، ولكن تكون نسبيا بما يتناسب مع ثقافتنا وهويتنا وديننا. والرقابة الأسرية هامة جدا جدا جدا. أستاذ إبراهيم يؤكد على الرابط الأسري الذي له أهمية كبيرة. سيغلق علينا الغرفة الآن، سندخل نفس الرابط لكي نكمل لقاءنا الممتع. سعيد بمشاركاتكم جدا جدا جدا. سأعود للأستاذة سهير وأستاذ نادر في الجلسة التالية. سنغلق نحن وندخل مرة ثانية حتى لا ننتظر، أو تكمل أستاذة سهير، تستطيع أن تكمل حتى تفصل علينا الجلسة ونبدأ معك.